تعالى نتكلم سريعا على نتائج الدوري النهارده. كان في نتائج اعتقد كان في مفاجآت، خلينا نتكلم يعني. بس اهم مفاجأة فيهم اسوان، مش بيراميدز. لا اسوان يعني بيراميدز. انا بيراميدز الموضوع ده انه يخسر النهارده من المصري، ما هو خسر المباراه اللي فاتت وهيخسر اصله 45 نقطة. لا بيراميدز خسر في اوضه اللبس. مع احترامي في ناس بتقول ان هو رايح عشان نادي بطولات، لكن مع احترامي طبعا لنادي بيراميدز لسه شويه، ان يبقى في نادي اسمه نادي بطولات لسه شويه على نادي بيراميدز وعلى اي نادي تاني، الموضوع مش سهل يعني. لا في حاجه مهمه، بيراميدز خسر في اوضه اللبس. هو انت فاكر انا قلت ان كل اللعيبه ملايكه؟ يعني انا دلوقتي لما تجيب لي لعيب بارقام مهوله زي دي انا مش عاوز زيه؟ اما في لعيبه افضل، ما في لعيبه كتيره قوي. دي معلومات ولا بحكم طبعا احنا عايشين ورا بعض؟ يعني دي معلومه عند ولا توقع مش معلومة. ولا بحكم النفس البشريه يعني لا انت... هي كره القدم كده يعني. الحاجه الوحيده اللي في العالم بره كريستيانو رونالدو لما بيبقى مع اي حد رقمه بيبقى كبير عشان بيجيب دخل من النادي كبير قوي. ايوه يعني كريستيانو رونالدو ممكن يجيب 100 مليون يورو في سنه. لا ده جابها في اقل سنه لما راح اليوفنتوس في اربع شهور جاب اعلانات للنادي وللسبونسر بتاعهم من بيع بس التيشيرتات بتاعته اكتر من 85 مليون. ده عشان التيشيرتات اتباعت بس. يعني في ناس فاكره لما تيجي توقع نادي تاخد منه لعيب وتاخده باثمان كبيره تمام، ده بيضر فرقته. اصله هنا احنا بنلعب كره قدم، احنا مش بنلعب مثلا ملاكمه في لاعب قدام لعبه جماعيه. لكن كره القدم فيها 25 لاعب. ال 25 لاعب انت عندك واحد بثمن ال 25 يبقى ال 25 كومبارس هتعمل مشكله. لو ما عملتش مشكله في فرقه اللي هيحصل لا تعوض اللاعبين، لا اللاعبين اصلا ما يبقاش عندهم دم في كره القدم. فايه اللي بيحصل؟ بيبقوا لعيبه قليله عندهم ثقه في نفسهم. علشان كده هم ما عندهمش غير على الفرقه بمعنى صح. يعني بيبقى نوع من انواع خلاص انت نفسي يعني بيحس ان هو طب انت ما بتدينيش انت يعني. ده بيحصل، احنا مش عايزين نقول الكلام ده اوريدي موجود في بيراميدز، لكن احنا بنتكلم هو سؤال مطروح. هل فعلا تنهاني مباريتين ورا بعض؟ مش مقياس مباراتين، لكن هو سؤال مطروح. لا هو سؤال مطروح. هقول لك حاجه مهمه قوي. ثلاثه مش اثنين، ثلاثه. هقول لك حاجه مهمه قوي. دايما الفرق اللي احنا بنتكلم عليها فرقه بطولات. الفرقه البطولات اهم ميزه بتميزهم ان هو يقع يقوم. عارف يعني 9 بونت يخليك تلعب على بطوله دوري؟ ده احنا احيانا النادي الاهلي راح منه كام بونت. لا ما انت ما تقارنش عادي. انا بتكلم على البطل. عشان انت تبقى بطل ما هو انت مش بتصرف كل ده عشان ده كابتن هاني. لو جينا موضوع الصرف ده قصه ثانيه. 440 مليون مليون اللي هو القيمه التسويقيه بتاعت الدوري المصري. الصفقه دي ممكن تبقى ب 500 او 400، تدخل ب 400 يعني. هو في حاجه من الحاجتين هي يعني. تقريبا واصله على الارقام، واصله حوالي 200 وشويه 230 مليون مع لعيب اخر هتبقى كده. لكن انا سيبك من الكلام ده، انا بتكلم على نتائج، بحلل لك نتائج. اول حاجه جت في دماغي في بيراميدز خسر اوضه اللبس. اوضه اللبس خسرها، وهيخسر مش اوضه اللبس بس، كمان هيخسر الايام اللي جايه. الايام الجايه لكله يبقى نادي خارج مصر، بمعنى ارقامه هتبقى خارج مصر خالص، لانه اللعيبه لازم تطلب. ما هو اللعيب هيطلب. ما هو انت دلوقتي انت بتديني يعني ايه ارقامه خارج مصر؟ يعني اللعيبه دلوقتي هيجي يقول لك عوضني انا عقدي. ايوه خلاص. انا دلوقتي مثلا في لعيب بياخد 200 مليون او 40 مليون في السنه، حلو، وانا باخد 3 مليون وتلاقيني انا بلعب طول المباريات وبأدي احسن منك، ايه اللي هيحصل؟ هل انت اللي هتجيب لي الاجوان؟ طبيعي اقارن. طبعا. لو انت اللي هتجيب لي الاجوان، يعني مثلا لو جبنا 40 جون في الدوري في 10 ماتشات، يبقى انت اللي بتاخد الرقم ده لازم تجيب منهم 30 جون، وال10 الباقي بيبقى كومبارس. فانت دلوقتي بتتكلم في ايه؟ في انك هتخسر التجانس. هتقول لي طب ما في انديه بيبقى عندها ارقام ومش ارقام، بس مش متفاوته كده، مش متفاوتة. وبعدين انت مش ملاك يعني. انا بقول لك 3 مباريات خسروا 9 بونت ولسه هيخسروا تاني.
ليه هيخسروا تاني؟ لان فاكر ان هي زرار هندوس على لاعب نقول له ما تزعلش صاحبك لا 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 اكتر منك. لا القصه دي مش موجوده في الكوره، وبالذات اوضه اللبس. انت لو خسرت اوضه اللبس، وخاصه انت كمان انت بتتكلم على في لعيب على مستوى ده اللي بتلعب فيه، علي طبعا لعيب دولي، في عندك عبد الله سعيد، في عندك محمد فاروق من اللعيبه الكويسه، لا ومن اللعيبه العظام. محمد فاروق من افضل لعيب بيلعب على الاطراف، انا شايف انه لعيب مميز جدا. عندك تراوري، يعني في لعيبه إيريك تراوري يعني. عندك المهدي كمان، عندك عمر جابر، فكل طبعًا دي اسماء طبعًا. يعني افتكر ان هيبقى في مشكله كبيره قوي، يعني الناس فرحانه انه بيراميدز فاز بصفقه من النادي الاهلي. هو ماله النادي الاهلي يا جماعه؟ افهموا، هو رمضان مش بتاع الاهلي، رمضان صبحي مش ابن يعني هو ابن النادي الاهلي، احنا اللي جايبينه على فكره، ولو كنا عارفين كده ما كناش عملنا كده. كان بدر رجب معايا، كابتن بدر طبعا، كان بدر رجب هو اللي جابه. انا كنت ساعتها بدات امسك الفرق، وبدر رجب، فلو كنا نعرف كده ما كناش جبنا. لكن دي تديك بقى انطباع انك لازم لما نيجي نشتغل في المجال ده، وانا بقول نصيحه لبتوع قطاع الناشئين في النادي الاهلي، احسنوا اختيار اللاعب. ممكن تكون لعيب كويس قوي، بس الكاركتر ده بيظهر بعديها. الكاركتر ما تقدرش الواحد صغير تبدا تقول دي شخصيته هتبني. بيبان امتى؟ في الفريق الاول لا يعني؟ لا مش لا في الفريق ده بدري. بيبان مع المواقف اللي زي ديت. ما اقدرش تقول ولد عنده 15 سنه ده هيبقى، لا الكاركتر هو بيعيش في النادي الاهلي، لكن شخصيات مع اختلاف السن بتختلف. شخصية الولد اللي عنده 15 سنة غير 17 غير 18 مع الظروف اللي بيمر بيها، أنا لا حاسس. وبعدين حضرتك بتقول من الناس اللي اخترته حضرتك، ليه ما قريتش ليه؟ أنا كنت بدأت أمسك فرق. أنا كنت بدأت أمسك فرق. أنا بالكابتن بدر رجب هو اللي جاب. لكن أنا مش بتكلم على كده، أنا بتكلم على النوعية يا كابتن هاني. يعني بمعنى إيه؟ هقول لك، انت احيانا في لعيب يرهقك وفي لعيب ما يرهقكش. انا بكلمك في القطاع اللي تحت، فانت بتبدا الايام دي بتتكلم على اللاعب بشكل نديك. وانا عاوز اقول لك حاجه، انا ما يهمنيش الاحتراف. انت بتتكلمني على الاحتراف، ما تحترف، اي لعيب يحترف زي ما هو عايز. وبعدين انا نصيحتي بقى للنادي بتاعي، يعني ده بيتي، اللي مش عايزني مش عايزه. ما طبيعي، ما هو دي ما فيهاش خلاف يعني. شوف دي معاديه، دي كابتن معلاش كابتن، انت قاعد قصادي، انت ما انت جيت لعبت في النادي الاهلي وانت كنت قليل يا كابتن، مشيت ورحت سويسرا ولعبت محترف، ما حدش قال لك حاجه، ورحت المانيا وبعدين وشرفت مصر ورجعت كلها. عادل على النادي الاهلي، النادي الاهلي قال لي احنا مش محتاجينك فنيا، شكرا. خلاص، ما انا فاكر يعني طبعا 2006، لان كنا قادرين وعندنا وعندنا العيب يعني. لكن ابقى محترف، بس يبقى في حاجه واحده بس اللي انا عايز اقول لك عليها طول الوقت، لازم تفكر فيها. لازم تفكر ان في حد ادنى للعيب النادي الاهلي، في الصدق. بس الصدق ده اللي انا عاوزه. يعني اللي هو ايه يا اخي، انا راجع، انا ما انا كنت شغال في النادي الاهلي ورحت للكابتن الخطيب قلت له انا عاوز اروح امسك سموح، قلت له كده وانا ماسك في النادي واشتغلنا والحاجات دي. قلت له كابتن لو سمحت انا عايز اروح فرصه، انا طول عمري انا بدرب فرق كبيره. النادي اللي بيتمنى ان كل مدربينه موجودين في الدوري. الكابتن قال لي خلي بالك يعني تجربه، ولكن احنا انا سعيد جدا ان ولد من ولادنا ومدرب من مدربتنا يروح يشتغل في الدوري. يلا اتفضل روح، وحاجات كده ما فيش مشكلة. بس أنا ما جيتش مثلا أنا عاوز أعمل كذا وعاوز أعمل كذا وعاوز أعمل كذا. حتى إحنا لما جم وإحنا بنلعب، ناس كتير قوي بيقولوا طب ما أنتوا سبتوا النادي. إحنا ما سبناش النادي، اللي سابنا كان ساعتها النادي قال شكرا، فروحنا نلعب في أي حتة. أنا ما زعلش منك، وأنا مش زعلان أصلا. واللي يزعل في الموضوع ده يبقى غلطان ولا بيبقى عقله صغير. لا إحنا ما بنفكرش، أنا شخصيا ما بفكرش عشان حاسسها. بص يا سهام، إحنا حاسينها، عملنا كتير وعملنا لعيبة كتير، نقدر نعمل لعيبة كتير، عندنا لعيبة كتير قوي. وطول عمرنا بنعمل لعيبة وهنعمل لعيبة، الموضوع ده ما يشغلناش. ودايما نقوله بنكرر، الأهلي لا واقف على لعيب ولا واقف على لعيب. ما في لعيبة عظام، الكابتن الخطيب رئيس النادي طبعا انا مش الكابتن طاهر بزيد بطل، الكابتن علاء ميهوب بطل، الكابتن صالح سليم بطل، الكابتن حسن حمدي نفسه بطل، لكن بيظل رمز كابتن رمز يعني. صحيح بيتأثر برموزه الحقيقيين وكل حاجه، بس لا، بس النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي برضه. بس في يعني حاجه
عندك جمهور عبقري وبيعرف يفرز. خلي بالك دي مهمة قوي. وجمهور ما بينساش. وجمهور بيقدر اللي بيقدره وبيقدر اللي بيحب ناديه. فالجمهور يعني دائما النادي الاهلي قوته في جمهوره. فبيحميه ربنا طبعا ثم جمهوره. صح. انت فاهماني؟ وهيفضل هو الاول بجمهوره. خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا. فمحدش يعرف يضحك عليه، محدش بيعرف يضحك على النادي الاهلي. الحاجه المهمه اللي انا عايز اقولها دي رساله، ان لا ما نبكيش على حاجه اقل مننا. انا بعتبر كده. انا بعتبر اي حاجه تبعد عننا بتبقى اقل مننا، مش مننا قصدي، لا اقل مننا.